السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازيكم يا شباب هنتكلم في الفيديو ده عن الجزء الخاص بالمسائل اللي ممكن تيجي في الامتحان العملي هي ال... احنا كنا نزلنا لها ملف تجريبي كان نزل السنة اللي فاتت هي المسائل مش هتخرج عن يعني عن المسائل اللي نزلت دي لان يعني مفيش غيرها اصلا في ال... في الاطفال يعني يعني كل المنهج اللي احنا خدناه مفيش في غير المسائل ده يعني فمفيش افكار تانية يعني هي تبقى نفس المسائل دي ولكن بس هيبقى في اختلاف في الارقام مش اكتر في البداية كده أول حاجة هي هتبقى حاجة سهلة اللي هو الجروس شارت طبعا احنا كنا اتكلمنا عن الجزء ده مع الـ مع محاضرة الجروس شارت وده حاجة سهلة انك تجيب البرسنتايل دي يعني هيديك مثلا نقطة على الأفقي ونقطة على الرأسي وانت تشوف بقى هو الوقت وحتى كاتب لك يعني مسهل عليك وكاتب لك كمان نوع التشارت جنبه هو كمان اللي هو بيقول لك ويت فور ايج او ويت فور لينس او لينس فور ايج دايما اللي بعد كلمه فور ده هيبقى هو الثابت يعني ايه الثابت الثابت اللي هيبقى على الافقي فيعني اللي على الافقي ده ده الثابت بتاعنا اللي بعد كلمه ايه بعد كلمه فور على طول والتاني اللي قبل كلمه فور هو الراسي ناخد اول مثال معانا كده بيقول لك دلوقتي ميل انا يعني كده الوقت عرفت انا هستخدم شرط ايه احنا عندنا الميل بيبقى اللون الازرق والفيميل بتبقى اللون ايه اللي هو البينك فاحنا الوقت ده عرفت ما اللي هو ميل بعد كده قال لك سنتين معلومه كده قبل ما برده نبدا الوقت احنا عندنا في جروس تشارت هتلاقيهم بادئين من زيرو لستة وتلاتين شهر وفي جروس شارت تاني نفس الجروس شارت ولكن بادئ من سنتين لعشرين سنة طب انا الوقت هستخدم انه بص هو لو جالك طفل في اول ثلاث سنين اللي هو من زيرو لستة وتلاتين تستخدم على طول اللي هو اللي شارت اللي من زيرو لستة وتلاتين ده الافضل يعني حتى لو جالك في في السنه اللي هي ما بينهم ما الوقت الثاني بادئ من اتنين يعني في سنه مشتركه اللي هي من اتنين لتلاتة لا الافضل تستخدم اللي هو من 0 36 يبقى لو جالك حد في اول ثلاث سنين اللي هم 36 شهر الاولانيين يبقى تستخدم اللي هو ايه من 0 36 بعد الثلاث سنين بعد ال 36 استخدم اللي هو بقى من 2 لعشرين تمام عشان بس ايه تبقى هو الدكتور قال كده في المحاضره وعشان برضه نبقى ايه كله شغال حاجه واحده يعني عشان تبقى هو يعني هتطلع ارقام بص عشان برضو في ناس تقول لك ايه رقم طلع معايا غير ده هو طبيعي ان يطلع في حاجات هتطلع معاك نسب يعني ايه هتفرق معاك في النسب اي اللي هو انت دلوقتي ده طلع رقم وده طلع رقم لانها كلها نسب تقريبية اصلا يعني في المعظم يعني في الغالب هتلاقي في حاجات نسب تقريبية لكن في حاجات بتبقى هي مفيش غير النقطة دي مفيش فيها تقريب ولا حاجة يعني خلينا بقى نبدأ يعني في المسائل اول مسألة معانا وهي البولك دلوقتي طفل معانا سنه سنتين ووزنه عشرة وستة من عشرة كيلو جرام وقال لك الوقت ان هتستخدم اللي ايه اللي هو الويت فور ايج ادى اللي بتاع الويت فور ايج كان سنه كام كان سنه سنتين يعني اربعة وعشرين شهر ووزنه كان عشرة وستة من عشرة ادى سن سنتين هتطلع كده بقى من أربعة وعشرين لحد ما توصل للايه اللي هو العشرة وستة من عشرة ادى العشرة وستة من عشرة واتقابلوا الوقت في نقطه النقطه اللي اتقابلوا عندها ديت هي دي البرسنتايل دلوقتي لو انت واخد بالك هتلاقيهم وقعوا على كام على برسنتايل خمسة هتكتب له كده بدل ما هم وقعوا على البرسنتايل هتقول له برسنتايل خمسة بس كده هي دي الاجابه يبقى انت عندك الوقت وقال لك الويت فور ايج اللي هو انا قلت اللي بعد كلمه فور هو الايه الافقي يبقى عندنا الايدج هو الافقي يبقى عندنا الايدج اللي عندنا هم هو كام سنتين سنتين يعني 24 شهر اهو هذا السنتين ومعايا الويت 10 و6 من 10 ادى ال 10 و6 من 10 هيتقابلوا في نقطه الانترسيكتنج بوينت زي ما قلنا في الجروس شارت في محاضره الجروس شارت النقطه دي هشوفها واقع على برسنتايل اهو هنا واقع على البرسنتايل 5 يعني واقع على البرسنتايل كام؟ رقم 5 يبقى هكتب له على طول برسنتايل 5 بس 5 برسنتايل آه اللي هو المساله الثانيه اللي, م... اللي, معايا قال لك اللي هو بيقول لك ميل برضه يبقى هيستخدم اللي هو الجروس شارت الازرق والوزن آه... آه... بتاعه 10 و6 من 10 واللينس بتاعه كام؟ 83 سم وقال لك هتستخدم التشارت اللي هو الويت فور لينس هتروح على طول انت كده كده التشارتات دي انت هتبقى مصورها معاك وانت داخل اللجنه هتجيب على طول اللي هو بتاع مين؟ الويت فور لينس انا قلت ويت فور لينس يعني اللينس هو الافقي تمام؟ اللينس بتاعنا كان 83 قال 83 هي هتلاقيها ما بين ال 82 هتلاقي في شرطه ما بين ال 82 و 84 هتطلع بال 83 لحد ما يقابل كام؟ اللي هو الوزن اللي كام؟ اللي هو 10 و 6 من 10 هذا العشرة وستة من عشرة وده ثلاثة 83 اتقطعوا في نقطة لو انت واخد بالك هنا بقى النقطة اللي اتقطعوا فيها ما وقعتش على برسنتايل ده وقعت ما بين برسنتايل 10 وما بين برسنتايل كام خمسة وعشرين. لو انت فاكر في محاضرة الجروس شارت قلت لك لما تقع ما بين اتنين برسنتايل هتقول رقم تقريبي رقم تقريبي ففي الحته دي هتلاقي فيها خلافات بقى في الامتحان، هتلاقي كل واحد قايل رقم معين، وكله صح يعني كله صح، بس انت حاول دلوقتي لو هي قريبه من العشره هات رقم قريب من 10 لو هي قريبه من 25 قول رقم قريب من 25، لو هي في الوسط قول الرقم اللي ما بينهم، فهو هنا قال لك ان هو برسنتال 15 لان هي قريبه من العشره شويه، فيبقى هنا ايه؟ برسنتال 15، وانت عليك تقول رقم تاني، يعني عليك تقول 14، عليك تقول 16، هو ايه؟ رقم تقريبي اصلا، يعني هي هنا هنا النقطه وهميه. بس هي واقعه ما بين اتنين فانت بتقول رقم وهمي زي ما قلنا فين في محاضره الجروث شارت المسألة التالتة اللي معانا أعتقد يعني بتاعت حتة البرسنتايل المسألة دي سهلة هي أص... يعني المسألة اللي فيها يعني لفة شوية وبرضو شرحناها في النيوتريشن اللي هي بتاعت الأوتر لو للكم يعني عندنا آخر مسألة معانا بيقول لك اللي هو ميل برضو يبقى هستخدم الأزرق سنتين عمره سنتين وطوله 83 سم وقال لك هنستخدم اللينس فور إيج يعني الدنيا أهو هنجيب التشارت بتاع اللينس فور إيج اللي هو فور ايج يبقى الايدج هو الايه هو الافق قال لك سنتين يبقى 24 شهر طلعنا بال 24 شهر وده الايه ال 83 سم هيتقطع في نقطه اشوف النقطة اللي اتقطع عندها وقعوا على برسنتايل كام وعلى على برسنتايل عشرة لو انت واخد بالك يبقى هنا هكتب له برسنتايل 10 بس كده ده كده حوار البرسنتايل في حتة تانية كده مثلا يعني ده ده المسائل ده كده المسائل اللي موجودة طب افرض بقى كان يعني الوقت انا بجيب النقطة النقطة وقعت تحت البرسنتايل رقم خمسة أو فوق البرسنتايل خمسة آه وتسعين لو أنت فاكر في محاضرة الجروس شرطة قلت لك لو وقعوا تحت هشوف هو قريب من الخمسة من البرسنتايل خمسة آه بكم مربع يعني لو كانوا أربع مربعات يبقى ده هقول عليه إيه جاست بلو طب لو كان أكتر من خم... من أربع مربعات أو خمسة يعني بعيد هقول فار بلو طب لو كان فوق لو كان قريب من برسنتايل 95 آه بمجرد بس اللي هو اربع مربعات او خمسه يبقى ده هقول جاست جاست ايه اباف طب لو كان بعيد اكتر من اربعه او خمس مربعات هقول اللي هم المربعات الصغيره هقول ده ايه ده فار اباف تمام الحته دي برضو لازم تكتبها يعني لو هو لو وقعت يعني احنا كل المسائل اللي فاتت كلها وقع على البرسنتايل او ما بين برسنتايل 95 و5 لكن ان احنا ما جبناش حاجه كانت تحت وحاجه كانت فوق لكن لو جالك حاجه تحت او فوق لازم تكتب كده لا اما جاست اباف او فار اباف او جاست بلو او فار ايه فار بلو على حسب بقى كم مربع والحته دي احنا قلناها في محاضره الجروس شارت ده كده نوع المسائل الاول بتاع اللي هو يقول يطلب منك بس مجرد البرسنتاين المساله بقى يعني ايه ال... احنا قلناها اصلا في النيوتريشن هي يعتبر المساله اللي فيها كلام شويه فيهم واحنا قلناها مع محاضره المرازمس والكواش اه هي مسألة سهلة هو الوقت قال لك ميل يبقى انا عرفت السكس بتاعه ميل يبقى انا كده هستخدم الايه اللي هو الازرق قال لك سنه 24 شهر الويت بتاعه عشرة وستة من عشرة واللينس ثلاثة وتمانين سنتي ومفيش إديمة حتة مفيش إديمة ده هتفيدك بعد ما بعد ما إيه بعد ما تخلص يعني بعد ما تحسب يعني إحنا قلنا هناك في النيوتريشن إن إحنا دلوقتي أنا معايا الويت بتاعه عايز هو الوقت عايز إيه الويلكم والووتر لو الويلكم كلاسيفيكيشن والووتر لو كلاسيفيكيشن لو فاكرين الويلكم اه كلاسيفيكيشن قلت لك ده إحنا بنستخدم له حاجة اسمها التشارت اللي هو الويت الويت فور إيج اللي شارت اللي هو مين الويت فور ايج تقوم رايح على الشارت اللي, اللي هو الويت فور ايج قلت لك اللي بعد اللي بعد الفور هو الثابت هو مين هو الثابت اللي بعد كلمه فور يعني عند الثابت الوقت هو الايج هقوم واخد السن بتاعه الوقت السن بتاعه كام 24 شهر يعني سنتين هقوم جاي بالسنتين واطلع لحد برسنتايل 50 اللي هو الرينج النورمال بتاعي اللي هو برسنتايل كام 50 نروح للشارت أدى أدى السنتين اللي هم 24 شهر طلعت لحد ما وصلت البرسنتايز كام؟ 50 أشوف هشوفوا ال... بقى النقطة دي مقابلة لإيه؟ جيت أبص لقيت النقطة دي مقابلة لكام؟ للي هو الوزن اللي 12 و6 من 10 تمام؟ يبقى ده الوزن المثالي بتاعي يبقى ده الوزن المثالي بتاع كل الأطفال اللي عمرهم كام؟ سنتين يبقى ده الستاندرد أقوم راجع على طول أنا كده جبت أقوم كاتب معايا أنا كده جبت كام الستاندرد بتاعي 12 و6 من 10 هقسم بقى اللي هو اللي انا دلوقتي بتكلم على الويت فور ايه هقوم قاسم الويت الطبيعي بتاعي الويت الاكشوال بتاعي اللي هو معايا اصلا بتاع الطفل اللي معايا اللي هو 10 و6 من 10 على الويت اللي انا لسه جايبه الستاندر اللي انا لسه جايبه اللي هو 12 و6 من 10 هقسمهم على بعض هيطلع لي ناتج اقوم ضربه في 100 هيطلع لي في الاخر 84% ده الناتج اللي طالع اشوف بقى الناتج اللي طلع ده اهو اشوفه هو اقل من 60 ولا من 60 ل 80 ولو فاكرين الحته ده احنا بنقول كده ليه لو انتوا فاكرين في النظري قلت لك اقل من 60 هشوف هو عنده اديمه ولا لا هيبقى إما مرزمس يا اما مرازمس يا اما مرازم الكواش لكن لو كان من 60 ل 80 هشوف هو عنده اديمه ولا لا وده هيكون يا اما كواش يا اما ايه اندر نيوتريشن هو هنا انا بقول لك طلع معايا الناتج 84 يعني اعلى منين اعلى من ال 80 اصلا عدى ال 80 ده عدى ال 80 ده يبقى شخص نورمال ده ولا مرازمس ولا كواش ولا اي حاجه تمام يبقى اقل من 60 ده اما مرازمس او مرازم الكواش من 60 ل 80 ده اما كواش واما اندر نوتريشن اكتر من 80 يبقى ده شخص ايه شخص نورمال واللي طالع من معايا في المساله هنا اكتر من ايه من 80 طالع معايا 84% فده ايه شخص نورمال ده اول حاجه ده اللي هو مين ده اللي هو الويلكم كلاسيفيكيشن يبقى الويلكم كلاسيفيكيشن بستخدم التشارت اللي هو الويت فور ايج وبجيب الستاندر عشان في ناس بتسال الستاندر بنجيبه عن طريق ان احنا بنطلع عشان كنت نسيت اقول الحته دي في في المحاضره لكن كنت حطيتها في الـ في الكومنت تحت يعني آه عندنا اللي هو الـ بنستخدم الويت فور ايج بنجيب الثابت اللي هو بعد كلمه فور بجيبه اللي هو الوقت معايا 24 شهر واطلع لحد برسنتايل 50 كده انا هجيب مين هجيب الاستاندر الاستاندر ايه ويت انا جبت الاستاندر ويت ومعايا اكشوال ويت اصلا بالفعل هقوم اقسمهم على بعض هقسم الاكشوال على الاستاندر اللي هو 10 و6 على اللي انا جبته من الشارت من شويه اللي هو 12 و6 والناتج اللي هيطلع اضربه في 100 واشوف بقى على حسب ده كده الولكم كلاسيفيكيشن بعد كده الوتر لو كلاسيفيكيشن الوتر لو كلاسيفيكيشن حاجتين زي ما قلنا برضو في النظري حاجه اسمها ستانتد وحاجه اسمها ايه ويستد يعني بشوف هو ستانتد ولا لا وبشوف هو ويستد ولا لا اول حاجه هستخدم اللينس فور ايج اجيب السهل يعني ما زال لسه مين اللي معايا ثابت هو الايدج يبقى انا في الولكم كان الثابت معايا الايدج وهنا الثابت لسه ما زال معايا الايدج لكن بعد كده هغ... هيتغير فانت هات الاول اللي هو اللينس فين اللينس فور ايج اذا اللينس فور ايدج الشرط بتاع اللينس فور ايدج احنا كان معايا اصلا اللي هو الايدج بتاعه كان سنتين تمام هذا السنتين هطلع لحد ما اوصل لبرسنتايل كام زي ما قلنا برسنتايل 50 انا بجيب الاستاندر لحد برسنتايل 50 واشوف هو مقابل لكام جيت ابص لقيته مقابل لكام ليه اللي هو ال 87 سم مقابل لكام 87 سم يبقى عندنا هنا الستاندرد لينس اللي هو من الويت من اللينس فور ايدج هو كام 87 سم هروح على طول على المساله بتاعتي واشوف اللينس بتاعي الطبيعي اللي معايا كام بتاع الشخص بتاع الشخص اللي معايا اصلا مش طبيعي بتاع الشخص اللي معايا كام 83 اللي هو الأكشول هقوم قاسم 83 على الستندر اللي انا لسه جايبه اللي هو كان كام كان 87 واقوم ضربه في 100 واشوف الناتج اللي هيطلع معايا زي ما طلع عندك كده انت اكيد بص في الملف اللي معاك طلع كام 95.4 ابص بقى ال 95.4 من عشرة دي المفروض عندي الطفل يكون اكتر من 90 اكتر من 90 ده نورمال اقل من 90 اقل من 90 يبقى ده ايه يبقى ده شخص استنتد اقل من 90 يبقى استنتد واكتر من 90 ده نورمال لو واخد بالك انا هنا قلت لك الناتج طلع كام 95.4 من عشرة يبقى ده ايه اكتر من 90 يبقى ده نورمال يبقى ده نورمال ده ده مش استنتد ولا حاجه يبقى ده هتقول كده ده نوت استنتد بعد ما تخلص تمام ده كده اللي هو الايه انا شفت استنتد ولا لا لسه كمان في الوتر لو الوتر له حاجتين يعني في انت بتشوف ستانتد وبعد كده تشوف هو ويستد ولا لا هاجي ابص على ويستد ولا لا عن طريق الجروس شارت اللي هو الويت فور لينس انا يعني كده بقى بدات اغير الثابت الثابت معايا بقى مين مين اللي بعد كلمه فور اللينس الثابت معايا بقى اللينس هشوف اللينس اللي معايا اللي هو 83 وهقوم طالع لحد ما اوصل لبرسنتايل 50 أدا اللينس معايا 83 ما بين ال 82 و إيه؟ وال 84 هطلع 83 83 هطلع بيها لحد ما أوصل لإيه؟ لبرسنتاي ال 50 أشوفهم مقابل لكام؟ جيت أبص لقيتهم مقابل لكام؟ ل 11.8 يبقى ده الإستاندر ده الإستاندر بتاعي يبقى ده الوزن الإستاندر بتاعي وخد بالك عشان هي موجودة عندك في الملف مكتوب 11.8 سنتي لا هو ده وزن أنا بجيب وزن ده 11.8 كيلو جرام وأقوم راجع بقى للمسألة بتاعتي ال و من عشرة ده الإستاندر وأنا عندي أصلا الويت بتاعي اللي هو بتاع الطفل اللي معايا و وستة من عشرة هقسمهم على ال و من عشرة اللي هو الإستاندر وأقوم ضربه في مية وأشوف هيطلع الناتج معايا كام طلع كام تسعة من عشرة اللي قدام ده 89 وكام و8 من 10 المفروض اصلا عشان اشوف هو ويستد ولا لا المفروض يكون معايا اكتر من 80% عشان اقول للشخص ده نورمال اللي هو نوت ويستد طب لو كان اقل من 80% زي ما قايلين في المحاضره هيبقى ده ايه ده ويستد تمام يبقى اقل من 80 ويستد اكتر من 80 يبقى ده نوت ويستد او نورمال هو هنا معايا في المسألة طلع كام؟ طلع معايا في المسألة 89 و 8 من 10. يعني أكتر من 80% يبقى الشخص ده ده نورمال ونوت ويستد وفي الاخر كده بعد ما اخلص كده انا كده خلصت الوتر لو جبت اللينس فور ايج وجبت الو... الويت فور لينس اقوم كاتب له في الاخر كده ده نوت ستانتد اند نوت ايه نوت ويستد بس كده ده المساله جبت في الاول الويلكم كلاسيفيكيشن عن طريق الويت فور ايج بعد كده جبت اللينس اللينس فور ايج والويت فور لينس ده بتوع مين ده بتوع الوتر لو خد بالك بس من حته ان انت لما بتجيب الستاندرد بتطلع لحد ايه اللي هو البرسنتايل 50 وبعد ما تخلص معاك الجدول اللي احنا حاطينه في في الملف تحفظ الجدول ده تعرف كل النسب بتاعه بتدل على ايه عشان في الاخر ايه تعرف اللي هو يعني لما يطلع معاك ناتج تعرف ديستانتد لا مش عارف ويستد لا كذا كده يعني تعرف ايه مارازما سكواش ده اللي ده اللي مطلوب منك يعني عندك برضو يعني هتلاقي في الملف مكتوب اللي هو مش عارف في الاول بيجيب البرسنتايل بتاع الطفل اللي معايا يعني هو بيقوم جايب مثلا الوقت بشتغل ويت فور إيج بيقوم واخد وزن الطفل وسن الطفل ويجيب البرسنتايل هو ده مالوش لازمه يعني السطر ده مالوش لازمه حته ان هو يجيب سن الطفل ووزن يجيب سن الطفل ووزنه ويقوم جايب البرسنتايل بتاع الطفل نفسه هو مالوش لازمه معاه في المساله هل انت استخدمته في المساله انت بقى يعني لو كان معاك وقت عشان بس ياخد بالك ان مش هيبقى في وقت في اللجنه لو كان معاك وقت هاته هو سهل مش صعب يعني انه تطلع بالنقطه من الافق ومن الراس وتقابله في نقطه خلاص كده جبت البرسنتيل. فهي سهله يعني مش صعبه لكن هي مش ملهاش افاده في المساله وكمان ومي... هو مش طالبها اصلا تمام ده المساله اللي يعتبر يعني صعبه شويه وعشان كده طولنا فيها لكن هي فكرتها تتحل في دقيقه ونص مش واخده حاجه يعني نوع المسائل اللي معانا بعد كده بقى المسالتين اللي بعد كده بقى هيبقوا سهلين اللي هو الوقت بيقول لك مثلا يجيب لك أه... يقول لك انفنت ويز دايريه عنده دايريه عملنا له مثلا اكزامينشن جينا نبص لان الانفنت ده قلم ونورمال اي و نورمال درينك يعني كل حاجه عنده نورمال لو فاكرين الجدول بتاع التايبس اوف ده هيدريشن الاولاني كان اللي هو كل في حاجه نورمال ده كان مين كان النو ده هيدريشن تقوم كاتب هنا بس نو ده يدريش. بس بعد كده بقول لك تشايلد ان ايبل تو درينك مش قادر ان هو يشرب ولكنه عايز يشرب والسارجيك ودي بالسانكن اي لو فاكر دي الساينز بتاعت مين بتاع الاخير اللي هو مين كان السيفير ده هيدريشن انت له بس هنا سيفير ده هيدريشن وبيقول لك تشايلد اريتابل واول ما تسمع ايجر تو درينك ده على طول تجري على مين على الصم ده هيدريشن له هنا صم ده, ده الجدول اللي انت هتحفظه الجدول ده لازم تذاكره مهم واهم حاجه الحاجات اللي بالاصفر دي ده نوع من المسائل اخر نوع معانا من ال... قبل الاخير معانا من المسائل اللي هو الابجر سكور الابجر سكور اللي هو برده كان جدول بنبدا نشوف الطفل ده الساينز اللي عنده كلمه ابجر هي الساينز الايه ابيرنس البي اللي هو البالس والجي اللي هو الجرايمس يعني الطفل لما جيت اعمل له حطيت له مثلا اللي هو اللي هي كستر نزل كستر عمل جرايمس يعني كشر لي كده ولا لا بعد كده الايه اللي هو ايه؟ الاكتيفيتي، والار اللي هو الرسبيريشن، هو الوقت بيقول لك طفل معايا اهوت بينك ااا آه بينك, آه بينك هول بينك هول البودي يعني كل جسمه بينك، احنا عارفين من الجدول، ده الجدول اللي انت هتذاكره، تمام؟ الجدول ده لازم تحفظه، آه الوقت هو بيقول لك كل جسمه بينك يبقى هديله اثنين، يبقى عندنا هنا كل جسمه بينك يبقى هتكتب هنا كده آه آه هول بودي بينك وتكتب ايه؟ اثنين، بعد كده بيقول لك اكتف آه موشن اللي هو مين؟ من الاكتيف موشن دي الاكتيفيتي بتاعته الاكتيفيتي بتاعته يعني هو الاكتيفيتي بتاعته حلوه خلاص هديله 2 حط 2 بعد كده الهارت ريت لو كان اكتر من 100 هتديله 2 اقل من 100 واحد هنا 160 يعني اكتر من 100 حط 2 كمان يبقى الهارت ريت 160 تكتب جنبه 2 بعد كده جود جود كراينج وفي الجدول لو واخد بالك جود كراينج ده بيكون مع الريسبيريشن يعني مع يعني الطفل ده كده عنده جود ريسبيريشن ولما يكون عنده جود ريسبيريشن بديله 2 برضه يبقى كده 2 اخر حاجه معايا اللي هو اشوف الجرايمس لما جيت احط له نزل كاستر الطفل ايه كح عمل كافنج لما يعمل كوفنج لو بصيت في الجدول هتلاقيه بتديله كام اتنين تبدا تجمع في الاخر الاتنانات اللي, اللي معاك ده عندك خمس اتنينات اتنين في خمسه وعشره وتكتب هنا التوتال كام عشر بس وهكذا هنا بقولك بلو بودي بلو بودي دي لو بصيت في الجدول بتديله زيرو يبقى هتكتب هنا بلو بودي بلو بودي تساوي كام زيرو بعد كده الهارت ريت ابسنت لو بصيت في الجدول ابسنت ده بتدي زيرو اللي هو نو ريسبونس تو نزل كاستر اللي هو الجرايمس لما بيكون مفيش ريسبونس بتدي له زيرو الريسبيريشن مفيش ريسبيريشن ابسنت تدي له زيرو اللي هو اخر حاجه الاكتيفيتي بتاعته فلاسيد او مكتوبه في الجدول عندك اللي هو الليمب ليمب او فلاسيد الاثنين ايه واحد يعني مفيش حركه يعني يبقى الاكتيفيتي بتاعته ايه, ايه برضو زيرو تيجي تجمع اللي معاك هتطلع كل ايه في الناتج في الاخر زيرو بس فهو الجدول ده الجدول ده تحفظه مهم تمام اللي هو جرايمس اختصار اللي هي تجمع الايه الاي ابيرنس البي بالس الجي جرايمس الاي اكتيفيتي والار ايه ريسبيريشن هو انت بتديله من زيرو واحد اتنين اتنين لو كان هو الابيرنس بلو جسمه كله بلو بتديله زيرو مثلا الاطراف بس اللي بلو بتديله واحد جسمه كله بنك بتديله اتنين البالس ابسنت بتديله زيرو اقل من مية بتديله واحد اكتر من مية بتديله اثنين. الجرايمس آه لو جيت اللي هو بتاع النزل كاستر لو ما فيش ريسبونس حطيت له النزل كاستر وما حصلش اي ريسبونس يبقى ايه؟ زيرو آه كشر لي كده جرايمس يبقى واحد آه كح او عيط يبقى ده اثنين بعد كده الاكتيفيتي بتاعه لو كان في او لمب يبقى بقى إيه بدي زيرو لو كان الاكتيفيتي بتاعته ويك يبقى ده واحد لو كانت سترونج يبقى ده ايه؟ اثنين طب ريسبيريشن لو ما فيش ريسبيريشن يبقى زيرو لو كان الريجولر او سلوي واحد لو كان جود زي اللي كان في المثال اللي معايا جود كراينج آه يبقى ده ايه؟ يبقى ده اتنين بس ده سهله يعني وده بيتعمل امتى؟ بيتعمل في اول خمس دقائق من حياه الطفل ده الأبجار سكور هيجي لك مساله زي دي بعد كده بقى اللي هو الديفلوبمنت طبعا ده يعني جدول مهم وشرحناه في محاضره لوحده اللي هو الديفلوبمنتال مايلستون هو جدول ده مهم في العملي مهم في النظري مهم كمان في الشفوي الجدول ده مهم ولازم تحاول تحفظه الجدول ده يعني الوقت هيجيب لك مثلا ممكن يجيب لك عليه سؤال في العملي يجيب لك مثلا حاجه من هنا وحاجه من هنا وحاجه من هنا وحاجه من هنا ويجيب لك مثلا يعني مثلا دلوقتي هيت سبورت عند ثلاث شهور لو جاب لك عن ثلاث شهور يبقى ده واحد نورمال ده خلاص كده ده الديلي اللي هو الجروس موتور عنده نورمال جاب لك مثلا حاجه في العمود ده جاب لك حاجه في العمود ده مش يعني مش في الرينج بتاعها مش في الشهر بتاعها يبقى ده كده ديليت هتقول عليه ان هو ديليت تمام جاب لك حاجه في السوشيال ديليت ده حاجه اسمها انتلكشوال ديسابيليتي جاب لك حاجه في اللانجوج اللانجوج ديليد يبقى ده اسمها سبيتش ديلي جاب لك حاجه هنا في في الفاين موتور ما لها ديلي لو انت فاكر محاضره الديفلوبمنت الثانيه اللي احنا شرحناها ولو كان في اتنين او اكتر حاجه في اتنين لو كان بقى عنده ديليت في الووكينج برضه ده حاجه اسمها ديليت ووكينج ده برضه ممكن تقولها ولو جابلك من العمود ده حاجه فيها ديليت ده اسمه ايه ديليت جروس موتور عندنا في ديلي الجروس موتور في انتلكشوال ديسابيليتي لو كان حاجه من العمود ده ديليد وفي سبيتش ديلي اللي هو حاجه من العمود ده ديلي لو كان ما فيش هنا بقى ديلي لوحده ما فيش هنا عندنا حاجه اسمها فاين موتور ديلي ما فيش فاين موتور ديلي لوحده احنا عندنا اربع انواع من الديلي يا اما انتلكشوال ديسابيليتي يا اما جروس موتر ديلي يا اما سبيتش ديلي يا اما جلوبال ديفلوبمنتال ديلي اللي هو بقى اتنين او اكتر من المايل ستون عندنا اربعه مايل ستون اتنين او اكتر من المايل ستون فيهم ديلي يعني حاجه من العمود ده مع حاجه من العمود ده مثلا يبقى كده ده اسمه ايه جلوبال ديفلوبمنتال ديلي تمام ده كده اللي هو ايه المساله هو اللي نزلت في الملف ده ما فيش فيها ارقام هي في الامتحان هيجي لك ارقام وحتى الحاجات اللي محطوطه دي مش اجابات تمام عشان بس ما تلبخش نفسك فيها هي هتجيلك كده حاجه من العمود ده ديلي يعني مش بنفس الرقم اللي قصاده او الابر ليميت بتاعه يبقى ده ايه من العمود السوشيال يبقى ده انتلكشوال ديسابيلتي من عمود اللانجوج سبيتش ديلي من عمود اللي هو الجروس موتور يبقى ده مين يبقى ده اللي هو المو... الجروس موتور ديلي طب حاجتين او اكتر يعني حاجه من العمود ده ومن العمود ده او حاجه من العمود ده والعمود ده والعمود ده كمان اتنين او اكتر اتنين في اتنين وتلاته واربعه يعني اتنين او اكتر يبقى ده اسمه جلوبال ديفلوبمنتال ديلي وده كده الايه الاسئله اللي ممكن تيجي مسائل يعني وبكده نكون خلصنا اللي هو الملف بتاع المسائل آه هي خدت وقت في الشرح لكن هي انت لو طبقتها هتلاقي حاجات سهله ما بتاخدش حاجه يعني وكلها حاجات سهله وانا شايف ان المسائل كلها احنا شرحناها في النظري وكلها حاجات كانت يعني سهله ما فيش فيها حاجه صعبه ما فيش بس حته الويلكم تراست والوتر لو ممكن يكون فيها لخبطه شويه لكن يعني انا شايفها انها واضحه وكنا كمان قلناها في النيوتريشن يعني بكده آه نكون خلصنا الفيديو ده وفي النهايه بالتوفيق والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته